عراق الخيرات حتى في أحلك ظروفه، فلا زال مواطنوه المحتجون على سوء وتردي الأوضاع الاقتصادية يقدمون أروع صور التكافل والكرم والعطاء. والصورة تظهر المحتجين يتوسطهم إخوة لهم رجالا ونساء يطهون الطعام ويقدمونه لهم بنفس طيبة، تعبيرا منهم عن امتنانهم لتضحياتهم. بداية عملنا كان من يوم 24 أكتوبر، بدينا احنا كفريق تطوعي فريق مجانا في كربلاء بدعم المتظاهرين. بالبداية كنا احنا ندعم العوائل الفقيرة، ولكن اليوم دورنا مع المتظاهرين مع العراقيين ان شاء الله في التظاهرات. احنا اليوم ندعم كل فئة عراقية تتحدث باسم العراق، احنا ندعمها. اليوم الجماهير اللي خارجة هي لأجل العراق، فأكيد ندعمها، هي تريد التغيير. نساء كربلاء وشيبها وأطفالها هرعوا لساحة التظاهر لدعم المحتجين لوجستيا وعلى طريقتهم الخاصة، فكانوا نعم السند والعون. احنا من فضل الله وفضل أهل كربلاء الكرماء والشعب العراقي كله كريم، زين احنا نبقى وأبد ما نتراجع وما نتنازل، لو شيء يصير لازم ناخذ حقوقنا وكل مطالبنا، لأن احنا شعب يستحق الحياة، احنا ما عايشين زين، نريد حقوقنا كلها، ما نتنازل عن أي طلب زين، كلها نرحب بها ونساعدهم وندعمهم، وكل اللي عندنا احنا ان شاء الله نطيل هاي المبادرة. مبادرات كثيرة مهمة ومتنوعة أسهمت في تعزيز الاحتجاجات في مدينة الحسين الثائر، لم تقتصر على طهي الطعام وتوفير الماء، بل تعدتها إلى حملات التبرع بالدم والأموال والمصوغات لإسناد المتظاهرين.